أسأل الله أن يسعدك سعادة تبكي من جمالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. أسأل الله أن يبشرك بالجنة أنت ووالديك ومن يحبك. أسأل الله لك مفاجأة جميلة لا يسع قلبك تصديقها وتدمع عينيك عند سماعها. أسأل الله أن يقدر لك الخير حيثما شئت، ثم يرضيك ويفرحك ويحببك إلى نفسك. أسأل الله أن يجعل حياتك القادمة أسعد وأهنأ وأجمل من كل توقعاتك. أسأل الله أن يكتب لك في أيامك فرحة تتغير بها مجرى حياتك. أسأل الله أن يسعدك ثم يسعدك ثم يسعدك سعادة حتى تبلغ منتهاها. أسأل الله أن يرزقك فهم النبيين وحفظ المرسلين. أسأل الله أن يرزقك النجاح في الحياة والعمل والدراسة. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شافيت بها أيوب بعد الابتلاء، يا رب العالمين، ألا تبقي لنا هما ولا ضيقا ولا حزنا ولا دينا إلا فرجته. وقل أيضا: اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الدنيا ما لا طاقة به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا. اللهم بشرني بالخير عاجلا غير آجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.